وبعد عصر يوم الجمعة وفي حضرة الذكر وتحديدا في جوهرة الكمال وصل الأثر النبوي المبارك ووضع في محراب سيد الحاج علي التماسيلي قدس الله سره. المهيب أين أبدعت الفرقة العباسية وفرقة لآلئ تماسين بإنشاد طلع البدر علينا. وبعد زيارة ضريح الإمام التماسيني توجه الوفد إلى المسجد الكبير أين أقيمت ندوة علمية تحت عنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والهوية الصوفية، نشطها عدة أساتذة.
وبعد ختام الندوة بدأت زيارة على شرف الأثر النبوي المبارك تم فيه تكريم خاتمات القرآن الكريم. وبعد التكريم أطربنا المنشد فواز الخوجة بوصلة إنشادية في محبة المصطفى، ومن جو الإنشاد إلى جو المسرح، حيث قدم براعم الزاوية التيجانية عرض مسرحي بعنوان قابيل وهابيل،
ومن البراعم إلى الكبار، أين أبدع المخرج المغربي ربيع الإدريسي في أوبيرات أهل الشوق والذوق، وتم الاختتام على أنغام مدحة بجاه التيجاني للا آل إتماسين. وفي صبيحة اليوم 12 من ربيع الأنوار بدأ الاحتفال داخل مسجد سيدي الحاج علي التماسيني بقيادة الشيخ عباس التيجاني بقصائد في مدح خير البرية، إلى أن دخل الشيخ سيدي محمد العيد حفظه الله وبعده الوفد الشامي والسلطات المحلية رفقة الأثر المبارك، ومنها تم افتتاح الحفل في جو مهيب من قراءة للقرآن الكريم ودعاء، ومنه إلى سرد مولد إنسان الكمال من طرف الخليفة رضي الله عنه.
وتعطس الكنائس بمخلص أحرارها وفي هيمنة الحسة الجاهلة، وأصلت الأرض مع جدها وانتعشت الحيوانات بعد الإجابة، وأنش عليه من حمله أخوه عبد الله من دار الهجرة المحمدية عند أخوانه بني الحكيم ابن النجار، وعظمت مصيبة على النساء والرجال. وبعد تمام 19 من حمله تحيرت المغرب في العراق الغربية والسورية، وحضرت الملك وآسيا وحروب الخلق وحروب الإشكال، فجاء عن الغرب بتلك الليلة المباركة السنية، ووضعته صلى الله عليه وسلم كالفضل في ليلة الكمال. طوبى لمن سنوا قيام لوضعه، يا فوزه يا فوزه في البحر، والرسل والابناء قاموا الخبز للجلال احمد للواد الكوثر، والكون يهتف بسرور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالأفخرين، وتلاشقت رياح شباب بلاده أهل السماء والأرض أرضاه معترين، تزاحمت الأرواح وجار العلا وتباشرت وتلاصقت للمحضرين، وكذلك الأفلاك العناصر فخرت لوضع على مقام المنصرين، والدين يكون في الملابس حسنه والنصر يخدم نصره في الأعصر، الله عظم قدره وأجله وكساه من كل الجمال مرضي لمحمد زاد الله وهو تعين من ظهور الأكبرين القبلة التوحيد في محرابنا، فرد تعين في شهود المنصرين، هذا الذي حق له الفخر منتنا لولاه ما كان الوجود من غيره، فعليه من مولاه الف تحية وبه الحلال في الحبال الموطنين. الله اجعل كل من اسواله في الدنيا والاخره وافره تقلبت الاحوال، اللهم اعطي كل من اسواله في الدنيا والاخره وافره تقلبت الاحوال، اللهم احقق رجاءنا وأجد آمالنا لله المعروف يا رب الإحسان، يا رأس العطية يا متقدم بالأجية في الإلهام والإيمان قبل السؤال، اللهم أصلح مكان صلاح المسلمين وسدد الناس وقتله على الرعية، وجب عزك وخيرك على من تسبب في مشرق الأرض بنور هذا البلد وأصلحنا ومن الحاضرين جميع الأكوان، واجعلنا وإياك من الخلاص خلاص هذه الأمة التي جعل الله قد فصلها فوق الأطوار وعقول البشرية، كما ورد أن فضلها على باقي الأمور كفضل الله على عباده وليس فوق هكذا، واختم لنا بحسب الخاتمة متحفظ بخصائص القبول المعية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تريحا. الفاتحة.
وفي الختام قدم الوفد الشامي هدية متمثلة في عباءة شامية للشيخ الدكتور سيدي محمد العيد، ومنها إلى فتح زيارة الأثر النبوي مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بداية أيها الأحبة، أبارك لكم هذا الاحتفال وهذا الجمع وهذا السرور وهذا الطرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولده الميمون، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه الأفراح وأن يديم على هذا البلد الأمن والأمان، وأن يكلأه ربنا سبحانه وتعالى بشمائل رحمته وشمائل عفوه وعطفه. أيها الأحبة، من لم يشكر الله أو من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إنما وقفت بينكم لأقدم الشكر لصاحب هذا المقام سيدي الشيخ محمد عيد حفظه الله تعالى ورعاه، وأسأل الله تعالى أن يديم بركته ونفعه وأن يمد في عمره وأن يكرمه بأمداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يرحم وأن يشدد الرحمات على سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد الديشاني، وأن يمدنا بأمداده وأن ينفعنا من نفحاته وأن يكفأنا من بركاته. وبعد أيها الأحبة، ونحن نحتفي بمولد رسول الله الذي شرف الوجود بطلعة نوره، فظهر نجم أحمد، ظهر هذا النجم المحمدي الذي أضاء الدنيا والذي نور الوجود بهذا المولود. فأسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذه الأنوار وأن يديمها علينا ويديم علينا أسرارها. فنحن أيها الأحبة، عندما قدمنا من دمشق الشام التي فيها عمود الإسلام وعمود النور إلى يوم القيامة، الذي استلنا من تحت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فأتبعه بصره صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالشام فهو موجود إلى قيام الساعة لا يغيب عنها، وإن تسلقت أي من أعداء عليها فلا بد أن يظهر الحق فيها. وهذا من ضمان رسول الله لها، وهذا من ضمان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الأمن والأمان في الشام إلى يوم القيامة. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فنحن قد قدمنا من دمشق الشام، قد حملنا جزءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر من آثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم لنأتي إليكم، فما استقبلنا منها من حقاوة وتكريم يعجز اللسان عن وصفه. وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك بصحيفة أستاذنا وشيخنا الدكتور الشيخ محمد عيد. فنحن نشكره بالنيابة عن إخواني، أنا أشكره بالنيابة عني وعن إخواني لما وجدنا من هذا التكريم وهذا التشريف لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولحاله أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لكم يا سيدي جزاكم الله تعالى عنا خيرا وعن أثر رسول الله خيرا، وأرجو الله أن يجعل رسول الله هو الذي يكرمكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل نفحات رسول الله هي التي تعمكم ومن كان في هذه الزاوية وغيرها من الزاويات الدينية التي تقومون على خدمتها وتشرفون بمشيختها، لكم جزيل الشكر. وختاما سيدي تفضلوا مني واقبلوا مني، وهذا جهد مقيم، وإن الهدايا على مقدار ما فيها، أن نقدم لكم العباءة الشرعية، أن تكرمونا بقبول العباءة الشرعية يا سيدي بعد، ويجزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين. لوصولنا إلى هذه الساعة، وأخص بالشكر في الشيخ محمد المختار الذي كان السبب الواسطة فيما بيننا وبينه، فجزاه الله خيرا. في كل حرف
ومع كل شخص ومع كل جمله تراه هي تذكر الله وتسبحه وتصلي وثناؤها اليكم. سلام الى الحامليه، سلام الى المصافه، سلام الى المسجد الاموي، سلام الى صلاح الدين الايوبي، سلام الى سيدنا بدر الغفاري، سلام الى سيدنا بلال بن رباح، سلام الى تلك الامور الطيبه التي حملت الانبياء وحملت الصحابه وحملت سيد محي الدين بن عربي ولاولياء الله الصالحين. تذهبون وتاخذون معكم هذه الدره، ولكن اثرها هو معكم، هو شوق وذوق، وهي محبه الناس البرزخيه. فلم يخطئ اولياء الله الصالحين عندما قالوا بان الوصال وان المحبه هي برزخيه. فجزاكم الله وجزا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غالي لمن يطلبنا جسد مضنى وروح في العالم وجفون لا تدوخ الوسنا أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غالي لمن يطلبنا جسد مضنى روح في العنا وجفون لا تذوق الوسنا وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي ثمنا فافن إن شئت فناء سرمدا فالفناء يدني إلى ذاك الغنى فالفناء يدني إلى ذاك الغنى فالفناء يدني